It is my pleasure to welcome. يسعدني الآن أن أفسح الكلمة للسيد إسحاق هرتزوغ رئيس إسرائيل. Your Excellency, you have the floor. تفضل صاحب السعادة. شكرا. أصحاب السعادة، سيدات وسادة، أنا أتشرف بالالتحاق بكم اليوم، وأنتم تأتون من أنحاء العالم، أصدقاء كثر على هامش أعمال الكوب 27. أشكر رئيس جمهورية مصر العربي صاحب السعادة عبد الفتاح السيسي وحكومته، إذ استضافنا هنا في هذه المدينة الجميلة شرم الشيخ. كأمة مجاورة إسرائيل ومصر، أنا حالفنا الحظ لأن أطلق على هذه المنطقة الجميلة الشرق الأوسط دارنا، إلا أننا هذه الدار التي نحبها جميعا هي الأخرى متأثرة بآثار التغير المناخي، مع الدراسات التي تتنبأ بآثار وخيمة على منطقتنا، وأن الشرق الأوسط لذلك على شفا كارثة، وهذا ما جرى التأكيد عليه في بيانات من سبقني في الحديث. هنا في شرم الشيخ أجدد عزم دولة إسرائيل التزامها الراسخ على غرار ما تعهدنا به في غلاسكو في العام الماضي، بلوغ نقطة الصفر من انبعاثات الكربون والانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050، ولكن إسرائيل على أهبة الاستعداد لتحمل مسؤولية أكبر. إسرائيل مستعدة للانتقال بجهودها نحو قدرة المواكبة المناخية إقليمية، وأنا أزمع أن نقوم بدور قيدومي لتطوير ما يمكن أن نصطلح على تسميته شرق أوسط متجدد، منظومة إيكولوجية إقليمية للسلام المستدام. وأنا أزمع لهذا المستقبل تعويل على الطاقة الشمسية المستقاة من صحارى الشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. إسرائيل واليونان مستعد يعملان سوية لوصل شبكة الكهرباء لاستجابة الاحتياجات من إسرائيل إلى أوروبا، وأنا أعتقد أن أمم الشرق الأوسط بفضل ما أتيح لها من أشعة شمس بازغة وبفضل التكنولوجيا بإمكانها أن تصل العالم من خلال هذه الطاقة المتجددة. وفي المنطقة نحن نشهد تسارعا للتصحر، وإسرائيل لها القدرة والمهارات لتدارك نقص المياه وإيجاد حلول للأمن الغذائي، ونحن متشوقون لإفادة الآخرين بخبرتنا وبحلول وأدوات المتاحة لنا لجعل الشرق الأوسط متجدد ينظر للمستقبل. أصدقائي، أزمة تهددنا وتهدد وجود مستقبل الذي نطمح لأن ينعم فيه أطفالنا، وهو يتجاوز الأبعاد السياسية والحدود الجغرافية ولا يعترف بها. وأنا أقول إن جميع الأمم المتلاقية هنا في الكوب 27 وبالأخص الأجوار منهم أقربان أن كانوا أو بعاد، بأن حالة الطوارئ تستوجب منا العمل سوية، ليس غدا بل الآن، فلنعمل على مجابهة هذه الاحتياجات الطارئة ونستغل هذه الفرصة لكي نتعاون جميعا، فلنعمل لتعزيز الشراكات الإقليمية كمسار نحو الشمولية والاستقرار والرقي لتشكيل معالم هذا الشرق الأوسط المتجدد. إن الرقي والشراكة الزرقاء لأجل الرقي، وتعززت مع الأردن، و إسرائيل تزمع مد إسرائيل بالمياه المحلات
مياه البحر المحلات مع مشاركة من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وهذا أفضل مثال على الشراكات التي تعم بخيرها على الجميع وتسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأنا أود أن أقتبس من القرآن الكريم أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. الله عليك ولا تبغي الفساد في الأرض. يقول المتحدث باللغة العربية مقتبسا من القرآن الكريم، ويمتنع المترجم عن النطق بآية دون التأكد من صحتها. Let us save the world. فلنعمل على إنقاذ العالم بفضل ما رزقنا الله من نعمه، فنحن جميعا خلقنا على صورة الله. شكرا.